حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، دعوني أتأمل معكم حقيقة أو لطيفة من لطائف القرآن أرسلها لنا أحد الأحبة جزاه الله خيرا، وأحببت أن نطلع عليها. تتعلق برقم جميل جدا أنا أحبه شخصيا، وهو العدد 63، عدد السنوات التي عاشها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، إذا تأملنا القرآن، يعني أنا الآن أبحث عن عبارة النبي الأمي، هذا طبعا برنامج إحصاء القرآن، عبارة النبي الأمي تكررت في القرآن مرتين، تكررت في القرآن مرتين كما نرى في سورة الأعراف الآية 157 والآية 158. دعونا نقرأ الآيتين ونكتشف أن عمر النبي له علاقة بعدد الكلمات هنا، سبحان الله. يعني الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه، طبعا الآية تتحدث عن قسم من أهل الكتاب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل، ولكن التوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي. الآن نحن لدينا ما يسمى بالكتاب المقدس، وهو طبعا كتاب محرف. على الرغم من ذلك هناك إشارات للنبي صلى الله عليه وسلم، إشارات، وليس والاسم ليس مكتوبا صراحة هكذا بشكل واضح، الرسول النبي الأمي بالاسم، هناك إشارات تحدثنا عنها طبعا. إنما الذي يهمنا أن أهل الكتاب لا يصدقون أن هذا القرآن كلام الله، ولا يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. مثل هذه اللطائف أيها الأحبة تأتي اليوم لتشهد على أن هذا القرآن كلام الله، وأن النبي صادق في دعوته صلى الله عليه وسلم. سنقرأ الآيتين ثم نكتشف أين يقع العدد 63 في هذا النص الكريم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن من يعظم النبي ويعزر النبي ويقدس هذا النبي الكريم ويجله ويقتدي به أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس، هذا سبحان الله أكد لنا، قل يا أيها الناس، الخطاب هنا كان لأهل الكتاب، قال في الآية الأولى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هنا أيها الأحبة. الآية الثانية قل يا أهل الكتاب، قل يا أيها الناس، عفوا، إذن انتقل الخطاب إلى الناس جميعا، الملحد والمشكك والبوذي والصيني والهندي والأوروبي والياباني، كل الأمم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا رد على من يقول ليس من الضروري أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تدخل الجنة. يقول لك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يوجد استثناء، بعد مجيء النبي لم يعد هناك استثناء. مفتاح دخول الجنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو
يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. سبحان الله، كرر أكدها مرة أخرى، الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني آمن كما آمن هذا النبي، واتبعوه لعلكم تهتدون. طبعا هنا أيها الأحبة، لماذا ذكر النبي الأمي في الآية الأولى ثم ذكر في الآية التالية مباشرة؟ الحقيقة من لطائف هذا الأمر أننا إذا أخذنا عدد الكلمات من كلمة النبي هنا إلى كلمة النبي هنا في الآية الثانية، نجد 63 كلمة عمر النبي، يعني من النبي إلى النبي 63. يعني سبحان الله، أنا هذه الحقيقة أعجبتني بالفعل، ولا يمكن أن تكون مصادفة، مستحيل أن تكون مصادفة أيها الأحبة. أنا الآن أخذت هذا النص ووضعته هنا على ملف وورد هنا أيها الأحبة، هذا هو الملف، سأكبر الخط قليلا، أتصور واضح. أنا نسخت الآيتين، هنا برنامج الإحصاء فيه ميزة أنك تقوم بنسخ الآيات من هنا ويمكن لصقها هنا على ملف الوورد هذا. فهنا أيها الأحبة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إذن دعوني فقط أخذ النص إلى هنا لكي نشرح هذا النص أحبتي في الله. إذن من هنا أيها الأحبة، الذين يتبعون الرسول النبي، انظروا هنا كلمة النبي سألونها بالأحمر، وهنا النبي أيضا سألونها بالأحمر. الآن انظروا أيها الأحبة، عدد الكلمات من النبي إلى النبي، أنا حددت هذا النص، هذا ملف وورد شركة مايكروسوفت، في عداد كلمات هنا وورد كاونت، تستطيع أن تعد، هذا يعد بشكل ليس له علاقة لا ببرنامج القرآن ولا غيره، كلمات التي تكتبها يعدها. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهكذا إلى قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي. إذا من النبي إلى النبي كم كلمة؟ انظروا أيها الأحبة كم كلمة هنا، دققوا معي، وورس عدد الكلمات 63 كلمة، 63 كلمة بالضبط، 63 كلمة أحبتي في الله، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى لو أخذنا من كلمة الأمي إلى كلمة الأمي سيكون لدينا 63 كلمة كنتيجة، يعني ولو أخذنا من كلمة الرسول إلى كلمة رسوله، من رسول إلى رسوله، يعني نفس المعنى، أيضا 63، لأن الترتيب جاء هكذا، بحيث يعني سواء عدت من الرسول إلى الرسول أو من النبي إلى النبي أو من الأمي إلى الأمي أو حتى من الذي إلى الذي، كله يعني الآية مرتبة هكذا تعطيك 63 كلمة، يعني الله رتبها بهذا الترتيب، ترتيب منطقي. طيب أنا أتساءل الآن، يعني هذا العدد كيف جاء من كلمة النبي إلى كلمة النبي 63 كلمة؟ وعندما نقرأ لا نشعر بأي خلل ولا نشعر بأي كلمة زائدة أو كلمة لا معنى لها، لأن أحدنا إذا أراد أن يؤلف نصا ويتحكم بعدد الكلمات يضطر لإضافة كلمة لا لزوم لها كما يفعل الشعراء أحيانا،
يحذف كلمة لا يعني ضرورية يضطر إلى أن يحذفها ليضبط العدد، أما هنا العدد منضبط. وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. ولا كلمة لا معنى لها، لا يوجد حشو كلمات، لا يوجد كلمات زائدة، كل كلمة في مكانها سبحان الله. ويأتي العدد منضبطا من كلمة النبي إلى كلمة النبي 63 كلمة، هو عمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة أنا شخصيا لا أملك إلا أن أقول والله إن الذي أنزل هذا الكلام هو الله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخيرا أيها الأحبة، هذا عداد الكلمات أمامكم، من أحب أن أو أحب أن يطمئن ليأخذ النص، طبعا من ليس من الضروري أن يأخذه من البرنامج الخاص بنا، يأخذه من يفتح المصحف ويعد، يعني المصحف موجود تستطيع أن تعدها كلمة كلمة ستجد 63 كلمة. لا نملك إلا أن نقول يعني كما قال الله في حق هذا النبي الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.